اللي هو الاكل المحروس على شكل الهمبرجر، على شكل مش عارف ايه، على شكل الكلام ده كله، واحنا ناخد نحش بالظبط ومحدش دارين بالدنيا. اكتر من كده ان ساعات في المذبح او ما غيره بيروح جايب الصقد بتاع الجاموسه او العجل، يعني الصقد ده مش بيقعد هو يبص عليه زي ما انت بتقعد عندكم في البيت وتنظفه وتعمله، ده بياخده كده يروح يغسله شويه ميه وخش يا جدع على المفرمه في مليان غدد. يعني الجاموسه دي فيها كميه هرمونات تكفي مثلا حوالي 50 راجل. فالجاموسه دي فيها استروجين وفيها تستوستيرون والعجل ومش عارف ايه والكلام ده، بس كله يميل الى النسويه ويهرسه ويطلع على شكل كفته، على شكل مصنعات لحوم، برجر، مصنعات لحوم، المفروم، الكلام ده. احنا للاسف عمليه طهي المفروم لا تاخذ حقها. يعني كلها شاوي وبتاع وحاجات ما يلحقش قلبه وقومه زي ما بيقولوا. الهرمون ده ما يلحقش يكسر. فبالتالي بيتاثر على يتفاعل بقى مع الجسم. دخل هرمون في السيده اسمه استروجين، ما كويس، يتحول لتستوستيرون يجيب لي خد للراجل بقى يفضل زي ما هو استروجين، ينيل له الدنيا، يخليه ما عندوش كفاءه جنسيه، ما يشوفش انتصاب، ما فيش الكلام ده كله. وخبر حاجه